مساء صباحكم بكل خير وعافية يا رب. حياك الله. الله يحييك. بداية تكلمنا عن حلقة السمك، إيش المؤثرات اللي حصلت لها في الفترة حقت أزمة كورونا وأبرز الأشياء اللي مرت فيها؟ والله حاليا يعني الحمد لله في مجهودات جبارة من أمانة محافظة جدة، من رئيس الصيادين والدلالين محافظة جدة، معانا طبعا شرطة محافظة جدة من الضبط الميداني بالتنسيق والترتيب في عدم التجمهر، عدم التزاحم بالنسبة عندنا في السوق هنا. وفضل من الله يعني الحمد لله وضع السوق ماشي. طبعا في هناك تأثيرات، يعني طبعا قلة عدد رواد السوق أثر على السوق سلبيا. طيب الأسعار، ماذا عن الأسعار؟ بنرجع عن الحركة، بس خلينا نرجع للأسعار خصوصا في وقت منع التجول. أيضا كيف كان يمارس الصيادين والعاملين في هذا القطاع؟ ماذا عن التوفر؟ إيش هي والانعكاسات على الأسعار أيضا، والعودة إلى المسببات حول حديث بعض الناس أنه أسعار السمك ارتفعت؟ والله بالنسبة للأسعار الفترة الحالية تعتبر متوسطة، تعتبر متفاوتة طبعا بحسب العرض والطلب، حسب توفر نوع الأسماك. طبعا تعتمد الأسماك على يعني لها مواسم معينة، كل نوع له موسم معين. فهل الفترة هذه يعني من موسم تكاثر السمك هذا، هل هو متوفر أو لا؟ هذه من ضمن الأشياء اللي بتأثر على أسعار الأسماك. حاليا طبعا فترة الإجازات، فترة الأعياد، هذه كلها يعني بتفاوت أسعار الأسماك في الارتفاع وفي الانخفاض. حاليا مع جائحة كورونا ونسأل الله السلامة، طبعا فترات الحظر لها دور كبير. أولا السوق كان من يبدأ العمل من بعد صلاة الفجر لين المغرب. حاليا طبعا محصور عمل السوق فترة الحظر فقط. أسباب مناخية أثرت على طلوع الصيادين للبحر، عوامل الرياح. يعني قبل جائحة كورونا كان يقدر الصياد إنه يصرح لمدة 12 ساعة أو 24 ساعة في طلوعه للبحر وعمليات الصيد، لكن حاليا لازم يكون ملتزم بفترة الحظر. طيب كيف يقدر المستهلك يفرق بين السعر المعقول والسعر المرتفع؟ والله حاليا طبعا عندنا توجيهات وتعليمات بوقف موضوع المزادات والحراجات، فبيكون هناك تقييم للأسعار انها ترضي اللي هو الصياد او ترضي مورد الأسماك للسوق وبين المستهلك. اي مستهلك يلاحظ انه في ارتفاع في الأسعار بإمكانه التقدم بشكوى هنا عندنا لإدارة سوق السمك بجدة أو لرئيس الطائفة أو وزارة التجارة اللي متواجدين معانا في السوق يوميا، ويتم بإذن الله حل المسألة. لكن حاليا يعني ما تلاحظ لنا أي شكاوي في موضوع ارتفاع الأسعار، لأنه كل شيء يخضع لرقابة في موضوع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. يعني كان الحل بتحديد الأسعار بدلا من جعلها طبعا المزايدة أو طبعا لأعلى سعر، فبالتالي هذا هو الحل اللي حصل بالنسبة للسوق. الحديث لأنه المزاد هو اللي يتحكم في الأسعار، لكن حاليا طبعا لمنع دخولا لوقف المزادات والحراجات ولمنع دخول الناس لموقع المزاد والحراج لعدم التجمهر أو التزاحم لسلامتهم ولسلامة العاملين بالمهنة، فيتم حصر البيع في وحدات. طيب بيع أخيرا كيف الحركة اللي كنت ناوي تتحدث عنها بالأول أيضا، ماذا عن الإجراءات الاحترازية بداخل الأسواق؟ الحمد لله بالنسبة للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، في طبعا غرف تعقيم لدخول السوق بالنسبة لرواد السوق أو العاملين في السوق. لابد من توفر الكمامات والقفازات لسلامة الجميع. يوميا تم عمل جولات ميدانية ورقابية تخص التزاحم والتباعد بالنسبة لرواد السوق. ومستوى الحركة؟
مستوى الحركة طبعا أقل من الفترات السابقة يعني قبل جائحة كورونا. طيب كل شيء، لكن ما زال هناك إقبال كبير من الناس، خصوصا يعني الجميع يعلم أن المنتجات البحرية تعتبر يعني المتصدر الغذائي الأول، وعليها إقبال كبير يعني بلا شك. شكرا لك رئيس الصيادين وأيضا الدلالين بمحافظة جدة عادل عبد الله شمعة، يعطيك العافية.